السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم صحه جيده ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا في العنوان ديال لا فيديو، جيت نشارك معكم وصفه ديال تبييض المناطق الحساسه. مهم، هاد الوصفه هادي فعاله واحد الدرجه ما تخيلوهاش، وكيف ما كيعرفوا بزاف ديال البنات هنايا راه كيتواصلوا معايا، عارفين باللي اي وصفه كنحطها الا وكنكون مجرباها شخصيا. مهم، قبل ما نبدا معكم طريقة التحضير والمكونات اللي غنحتاج فيها، الا كنتو اول مرة كتشوفوا قناتي مرحبا بكم عندي، ما تنساوش ديروا جيم وسبسكرايب وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. الا عجبتكم الوصفة ديال اليوم خليوا لي كومونتير، الا ما بغيتوش خليو كومونتير سيروا حتى تجربوا الوصفة ورجعوا عندي خليوها ليا. صراحة راه هاد الوصفة هذه فعالة عن تجربة خاصة، كيف ما قلت لكم انا ما كنحطش شي حاجه في القناه الا ما كنتش مجرباها، وهذه راه معروفه، هي ما كنبغيش نعطي للناس شي حاجه اللي انا ما مجرباهاش غير سامعه بها، لا حتى كنكون مجرباها شخصيا. مهم، كيف ما كتشوفوا راه عادي جميع البنات كيكونوا عندهم، ماشي كتكون داكنه بزاف غير هي بالناس اللي كيستعملوا الرازوار، اولا اصلا هذيك منطقه الرطوبه واخا تكون انت كتستعملي العصير كتكون ماشي بيضه تماما بحال الجسم، بحال بقايا الجسم الاخرين، كتكون على حساب الرطوبه، ما كت ديما مغطيه ما كتشوفش الشمس. مهم، اي بلاصه فيها رطوبه راه كتكون شويه داكنه، ماشي سوداء تماما ولكن كتكون داكنه شويه. مهم، غنبداو البنات باول حاجه هي الحامض. انا هنا ما غنحتاجش الحامض بزاف، كيف ما قلت لكم انا غير غنوريكم الطريقه. ديجا انايا درت التقشير اللي هو الاول، كيف ما كتشوفوا البنات هنا غتشدوا واحد نص حامضه ديروا عليها واحد شويه ديال الملحه وتقشروا الجسم ديالكم بحال هكا المنطقه اللي باغي ديروا عليها، مثلا تحت الاباط ديالكم، المنطقه الحساسه بين الفخاد، الركيبات ديالكم راكم عارفين فين كنكونوا جالسين، اما كتكوني كتصلي غير ديك البركه. انايا فاش عند دابا فاش مع الصلاه كنبرك مزيان، عندي في رجلي لتحت وعندي في الركابي، بدات المنطقه كتسواد ليا. وعادي اي بلاصه كتتنى راه كتكون فيها شويه غامقه، بحال هنايا في الصبيعه ديالنا فاش كتكون هكا كتطوى راه كتكون هانتي هنا ماشي بحال اليد كامله. مهم، كيف ما قلت لكم غنبداو بالتقشير هو الاول، الحامض نديرو فوقه شويه ديال المليحه ونديرو بحركه دائريه ما بين 4 حتى 5 ديال الدقائق. صافي، من بعد غادي ندوزو للوصفه. الوصفه البنات غادي نحتاج فيها معلقه ديال مايزينا، هذه هنا نص، هنايا معلقه صغيره وعلى حساب كل وحده. على حساب الكميه البنات، الا كنتي غتستعملوها جوج الناس في الدار ضاعفوا الكميه. هنا ديجا انا عابره معلقه صغيره هنايا، وهنا نخلقهم بلدي حتى هو شويه، ماشي بحالهم، نص ديال المعلقه هنا مهرسينها على حساب باش تشد لنا القرعه. غادي ندير معاها البنات، ماشي بزاف، اللي عندها الحساسيه ديال الحامض ما ديروش، هنا غير قطرات وصافي ماشي بزاف، ما بغاتش تقطر حيت ديجا درت بها التقشير هكا، غير هاد القطرات هادو صافي كافيني. وغادي نزيد شويه ديال الماء على حسب باش ما نتحرقش الحامض. البنات راكم عارفين كاين، هو صعيب شويه على الجسم، اللي عندها حساسيه منه ما ديروش، من الاحسن لها ما ديرش. شحال غتخليوها في الجسم ديالكم هذاك الشيء كيبقى البنات على حساب نتوما، واللي ما عندهاش حساسيه الحامض دير تخلطها بالحامض احسن. نطح لي واحد العضيه فيها، تخلطها بالحامض، اللي عندها حساسيه من الحامض دير غير قطرات ديال الحامض، واحد المعلقه ديال الماء باش انها تجمع لها الوصفه. صافي، دابا هذا هو القياس ديالها. هكا البنات غادي نخلطو مزيان وغادي ديروها للمنطقه ديالكم، ولكن راه ضروري ديروها 3 ايام، 3 ايام متابعه البنات، حيت صافي 3 ايام غادي يبان لكم الفرق. صافي غادي تبدا تفتح لكم البشره البلاصه المنطقه ديالكم، غادي تجربوها وما غاديش تندموا، والا ما سقاتش لشي وحده تجي تقولها ليا، تقول لي راه ما سقاتليش، حيت انا مجرباها عن تجربه شخصيه. انايا البنات اللي كنقول لكم مثلا غديروها ما بين
25 حتى 30 دقيقه مثلا. اذا كانوا كنتوا غد عارفين راسكم غدوشوا مثلا ورا الغداء، ديروها قبل ما تتغداو، ويلا تغداي ولا تغسلي المعدات وتشقاي وسيري دوشي، ماشي مشكل. المهم البنات بحال هكا، بلا ما نحتاج نوريكم كيفاش ديروا لها، حتى هي غديروها بحركه دائريه كميه لا باس بها على الجسم، على المنطقه ديال الجسم اللي بغيتوها تفتح لكم صافي. ومن بعد غادي تدوشوا عادي، تغسلوا عادي صافي، ديروها مده ديال 3 ايام، مده ديال 3 ايام وصافي وحبسوا، وان شاء الله هتوصلوا النتيجه اللي بغيتوا. مهم كنتمنى نكون شاركت معكم هاد الوصفه تكون عجباتكم. البنات اللي عندهم المناطق شويه سمراء ديروها حتى توصلوا للنتيجه اللي بغيتوا. مهم هي راه في 3 ايام راه كتبان، انا عطاتني نتيجه على 3 ايام، وهاد الوصفه راها مجربه 100% شخصيه من عندي. مهم البنات كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا جيم او كومونتير، ولما كنتوش مشتركين في القناه تشاركوا فيها مرحبا بكم، واللي بغات شي وصفه تكتبها ليا في الكومونتير، واذا كانت عندي وكنت ديجا مجرباها ان شاء الله نشاركها معكم. يلا البنات السلام عليكم.